عباد الله، لقد أصبحنا للأسف في زمن الأقنعة وزمن التملق بالباطل والكذب والتزيين، وقد أصبح من النادر والشاذ أن تجد شخصا بوجهه الحقيقي، فقد عادت صنائع البشر في زماننا هذا للأسف كصنيع هذه الحرباء. يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه إلا من رحم الله، وهم قلة للأسف. وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من صنيع هؤلاء فقال: تجدوا من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فالمسلم الصادق له وجه واحد حيثما كان، وله لسان واحد لا ينطق إلا بما يرضي ربه سبحانه وتعالى. وبما أنك لا ترى النجوم إلا في الظلام، فكذلك هم بعض البشر في حياتنا، لا يظهر معدنهم إلا وقت الشدة. فيا رب اختر لنا ولا تخيرنا في شيء، فإننا لا نحسن الاختيار. اللهم من كنت تعلم أن في قلبه دخن ونفاق، فاصرفه عنا واصرفنا عنها يا قادر يا مقتدر.